شبحوا لابو لبرو والروح قديش وعليهم حين وحقوا يا ربي وحنون اشتفعون بذريه العلم العالم والمينام أهلنا أيها رب الإله أن ندخل قدس أقداسك السامي الرفيع وقد طهرت قلوبنا وتنقت من كل نية شريرة فنقف أمام مذبحك المقدس ونقرب لك في أحد البشارة قرابين تليق بك أيها الأب والابن والروح القدس شواب خلزبان والعلماء آمين. إخوتي وأخواتي صلوا لأجلنا. غبطة أبينا البطريرك مارغناطيوس يوسف الثالث يونان بطريرك السريان الأنطاكي الكلية طوبة. من خلال متابعتي لأحد اللقاءات التلفزيونية مع غبطتكم ذكرتم بأنكم منذ استلامكم السدة البطريركية منذ 9 سنوات ولغاية هذا اليوم لم يهدأ بالكم وغبطتكم تعانون و تعاينون ما أصاب كنيستنا السريانية الكاثوليكية من أحداث مؤسفة مصيرية ابتداء من مأساة كنيسة سيدة النجاة في بغداد ثم تهجير العائلات المسيحية في الموصل وبغداد من جراء أحداث العنف والتصفيات الطائفية في العراق بصورة عامة والمسيحيين بشكل خاص ثم الحقبة السوداء لعصابات داعش الإرهابية وما خلفت من دمار ومجازر كارثية وبخاصة في كيان شعبنا المسيحي في مدن وقرى سهل نينوى وهجرة الألوف منهم تاركين مدنهم وقراهم التي شيدوها آباؤهم وآباء آبائهم وأجداد أجدادهم لمئات عديدة من السنين هذا المسلسل غير المشرف كان يجري في تاريخ عراقنا الحديث وما حدث في العراق حدث في سوريا الحبيبة أيضاً في السنوات الأخيرة مما أدى إلى هجرة الألوف منهم إلى دول الجوار والمهجر نعم سيدنا تحملت الصليب وهذا ليس بجديد عليك وأنت ابن التهجير القسري من عائلة مهاجرة تركت ماردين من جراء أحداث مجازر سيفو عام 1915 نعم سيدنا وهل الصليب جديد علينا نحن أبناء الكنيسة السريانية يكفينا شرفاً أن يلقبوننا بكنيسة الشهداء والشهادة في نهاية كلمتي هذه اسمحوا لي سيدنا نتقدم بشكري العميق لسيادة المطران مار لويس الشوملي الراعي الأمين الذي احتضننا بمحبته الفياضة وقلبه الأبوي المرهف وسعادة السفير العراقي حيدر العذاري سفير جمهورية العراق الجديد الذي شاركنا في الاستقبال الأب الدكتور رفعت بدر رئيس المركز الكاثوليكي للإعلام على كل التسهيلات الرسمية السريعة التي سعى بها وبمدة قياسية قصيرة وعن نية إنجاح زيارة البطريرك كما أشكر بصورة خاصة سعادة السفير البابوي على كل المحبة التي خصنا بها نحن المهجرين
وفقه الرب في مشواره الجديد في تشيلي، مع شكري للمونسنيور ماورو للي على محبته وحضوره بمشاركته لنا الإفخارستية المقدسة. شكراً للأب فرح بدر، الإنسان الطيب الذي فتح أبواب قلبه قبل كنيسته، وعلى التعاون المشرف والنابع من أصالته ودماثة أخلاقه، وحيث لم يجعلنا نحن إخوته المهجرين في ضيق أبدي فيما يخص إقامة قداديسنا واحتفالاتنا ومناسباتنا، إلا وكان السباق في التعاون معنا. شكراً للأمهات الراهبات الغاليات الأخت ميسون والأخت تريز على عطفهم الأمومي تجاه كل المهجرين في هذه الكنيسة المباركة. شكر للدكتورة باسمة السمعان مديرة قناة نورسات في الأردن إلى جانب القناة على كل التغطيات التي قاموا بها في الماضي والحاضر في سبيل نقل البشارة وهم كجنود مجهولين. الأبوين الفاضلين زيد حبابة كاهن الكنيسة الكلدانية في الأردن وبنيامين شمعون كاهن الكنيسة السريانية الأرثوذكسية على محبتهما ومجيئهما وتعاونهما المشهود معي في خدمة كل المهجرين العراقيين من أبناء الكنائس الثلاث. أشكر كل القنوات الفضائية والإعلامية السمعية والمرئية من نورسات وموقع أبونا وراديو ماريا على تغطيتهم لكافة الأنشطة الروحية والاجتماعية، وبخاصة زيارة غبطة أبينا البطريرك. وتتويج شكرنا نرفعه للقوات الأمنية الشجاعة الذين رافقوا غبطة البطريرك من مخابرات وأمن وقائي وجيش ودرك وشرطة، حفظكم المولى تحت رراية الله تعالى وجلالة الملك المعظم عبد الله الثاني. حفظ الله الأردن قيادة وشعبا وحكومة، وآسف إذا طولت. شكرا. واسلوذ إيمو دي لتخ وادخلون قدي شيك إيرا مرمق مرملكو يحيدا يفرام التدى بشمايونو أو دي ذو بخيوني قدوس أنت يا الله، قدوس أنت يا قوي، قدوس أنت يا من لا يموت، ارحمنا. قديش طالوه عائلتنا قديشة
قراءة من رسالة بولس الرسول إلى أهل غلاطيا بارخمور. شبحول مرون دشنيحي وعلينا رحمة والعلمين أمين. يا إخوتي، إني أقول كما يقال بين الناس إن وصية الإنسان التي تقررت لا يرذلها أحد ولا يغير منها شيئاً، فالموعد كان وعد به لإبراهيم وزرعه، ولم يقل لزروعك كأنه لكثيرين بل لزرعك كأنه لواحد، وهو المسيح. أما أنا فأقول هذا: إن العهد الذي من القديم تقرر من الله بالمسيح لا يستطيع الناموس الذي كان بعد 430 سنة أن يرذله ويجعل الموعد باطلاً. فإن كانت الوراثة من الناموس فليست إذن من الموعد، مع إن الله وهبها لإبراهيم بالموعد. فما هو الناموس الآن؟ لقد أضيف بسبب المعصية إلى أن يأتي الزرع الذي له كان الموعد، والناموس أعطي بواسطة الملائكة على يد الوسيط، والوسيط لا يكون لواحد والله هو واحد. أيكون الناموس مضاداً لوعد الله؟ حاشا، لأنه لو كان أعطي ناموس يستطيع أن يحيي لكان البر حقاً من الناموس. غير أن الكتاب حبس الكل تحت الخطيئة ليعطى الوعد بالإيمان بيسوع المسيح. للذين يؤمنون فقبل مجيء الإيمان كان الناموس يحفظنا محبوسين إلى ظهور الإيمان العتيد، فالناموس كان يرشدنا إلى المسيح لنتبرر بالإيمان. أما وقد جاء الإيمان فلسنا بعد بحجة إلى مرشد، لأنكم جميعاً أبناء الله بإيمان يسوع المسيح. فأنتم الذين اعتمدتم بالمسيح قد لبستم المسيح، فليس يهودي بعد ولا يوناني ولا عبد ولا حر ولا ذكر ولا أنثى، فكلكم واحد في المسيح في يسوع المسيح. فإذ كنتم للمسيح فأنتم إذن زرع إبراهيم وورثته بالموعد. بارخ مور. شافير عمش اليوم دحلتو نخفوتو نصوتو لشمال زبرتو ملي حيوتو دالو بوانجليون قادي شود موراني شوم شيحو مي إيوانجيليوم
قادي شد موران يشم شيحو زبرتو محيونيثو بلوقم سبرونو دم سبر حي فرقون العلمو ابنو خيل سبور بطنيد موران والون فرقو للان يشوم شيحو ملثو تحيالو ذيد بسر ممثلتو قدشتو مريم أولين دين أخانو وي وفي الشهر السادس أرسل جبرائيل الملاك من عند الله إلى الجليل إلى مدينة اسمها ناصرة إلى عذراء مخطوبة لرجل اسمه يوسف من بيت داود واسم العذراء مريم ودخل إليها الملاك وقال لها السلام عليك يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء أما هي فلما رأته اضطربت لكلامه وفكرت ما عسى أن يكون هذا السلام فقال لها الملاك لا تخافي يا مريم فقد ظفرت بنعمة من عند الله فستحبلين وتلدين ابنا وتدعين اسمه يسوع هذا يكون عظيما وابن العلي يدعى ويعطيه الرب الإله كرسي داود أبيه ويملك على بيت يعقوب إلى الأبد ولا يكون لملكه انقضاء قالت مريم للملاك كيف يكون هذا وأنا لا أعرف رجلا فأجاب الملاك وقال لها الروح القدس يحل عليك وقوة العلي تظللك لذلك فالمولود منك قدوس هو وابن الله يدعى حقا والأمن والسلام لجميعكم لا تخافي يا مريم إن المولود فيك ابن الله يدعى سيادة
الحبر الجليل ويليام الجزيل الاحترام المونسنيور الاتاشي في السفارة البابوية ماورو، الكهنة الأفاضل، الراهبات، الشمامسة، الرهبان، الآباء الذين جاءوا من أماكن بعيدة، أحبائي أخواتي وإخوتي بالرب. اليوم هو الأحد الثالث من مقدمات عيد الميلاد حسب كنيستنا السريانية، الرابع العفو، شوفوا حتى البطرك بيغلط، الرابع. كان أحد تقديس البيعة، أحد تجديد البيعة، الأحد الماضي كان بشارة زكريا، وهذا الأحد بشارة العذراء مريم. لا تخافي يا مريم، إذا راجعنا وقرأنا الإنجيل المقدسة نجد عدة مرات هذه العبارة: لا تخاف يا زكريا، لا تخافي يا مريم، لا تخافوا يا تلاميذ الرسل. عدة مرات يكرر الإنجيل هذه العبارة، يطلب منا أن نكون شجعان في اتباعنا الرب. لماذا؟ لأن الرب معنا، وإن كان الرب معنا، مار بولس يقول: من يقدر علينا؟ نعم أيها الأحباء، اليوم في أحد بشارة العذراء مريم نتذكر هذه العذراء التي وضعت ثقتها كاملة بالرب، ومع أن ما سمعته كان مستطاعا عند الله وغير مستطاع عند البشر، لذلك سألت الملاك كيف يتم ذلك، لكنها سلمت أمرها للرب وقالت: ها أنا أمة للرب فليكن لي حسب قولك. أبونا فراس اللي شرح لنا أحوال كنيستنا الشاهدة والشهيدة، الشاهدة لإنجيل المحبة والسلام رغم أهوال الحروب والشدائد والمحن والاضطهادات والنزوح والتهجير والخطف والقتل، والشهيدة لأنها قدمت عبر القرون الطوال محبة بمخلصها الذي قبل أن يرفع على خشبة حبا بنا. هي أيضا هذه الكنيسة أرادت أن تتمثل، تشبه مخلصها فتصبح شهيدة. نعم ما بدنا كتير حكي حتى نقول على أنه هالكنيسة قليلة العدد، نعم، ولكنها نسبيا قدمت الكثير من الشهداء والشهيدات، قدمت الكثير من المعترفين والمعترفات. المعترفين والمعترفات هم الذين تألموا من أجل الإيمان ولكنهم ما زالوا في قيد الحياة. هذه الكنيسة نحن نفتخر بها لأنها من الكنائس الأولى، سيما ونحن هنا في هذه المملكة الأردنية الهاشمية قريبين من مدينة بيت لحم حيث ولد الرب، قريبين من الناصرة حيث تمت بشارة مريم، قريبين من القدس حيث تم فداؤنا على الصليب وحيث قبر يسوع وقام بعد أيام ثلاثة. نحن نبقى رغم كل شيء متمسكين بهذا الإيمان لأننا نعرف في من وضعنا رجاءنا. البعض يقول الكلام حلو
لكن الواقع أليم جدا. معكم حق، واقعنا أيها الأحباء واقعكم أليم جدا، لأنه التغرب والتهجير للأسف الشديد اللذين حلا بكنيستنا كما بمسيحيي العراق وسوريا ليس بالأمر السهل، خاصة ونحن نعلم أن الأمم المتحدة بتجتمع مرات عديدة وتنادي بحقوق الإنسان هنا وهناك، وتبكت من ينتهك هذه الحقوق، ولكن هذه الحقوق تنتهك مراراً وتكراراً في هذه المنطقة، وليس من يطالب بتوقيف هذه الانتهاكات. نعم، نسمع الكثير من البلاد الغربية عن آلامنا، عن محننا، عن تهجيرنا، عن تغربنا، ولكن الكلمات المعسولة لا تكفي لكم ولا تكفي لنا أيها الأحباء. سنبقى دوما الصوت الصارخ، مثل ما كتبت على إحدى اللافتات بهذا الشارع، سنبقى دوما الصوت الصارخ مهما كان، سنبقى دوما نصرخ أمام الملأ سيما العظماء في هذا الكون أننا نحن المسيحيين في الشرق هذا نحن مهددون بالزوال، وهذه خسارة ليست فقط لنا ولكن خسارة للشرق كما للغرب، خسارة للكنيسة الجامعة كما للعالم أجمع. نحن متوجهين نحو مغارة الميلاد حيث وضعنا رجاءنا، وحيث الكنيسة تطلب منا أن ننشد المسيح المولود رجاء للبشرية. لذلك أحبائي مع بعضنا رغم كل ما نعانيه ونتألم من أجله، نحن سنبقى نسير في مسيرة الرجاء هذه، طالبين من الرب الذي فيه وضعنا ثقتنا أن يبقى دوما معنا وأن يكرر ما كرره لتلاميذ، أن لا تخافوا أنا معكم حتى منتهى الدهر، آمين. مع بعضنا نجدد قانون إيماننا ونقول نؤمن بإله واحد. صلوا معنا إخوتنا وأخواتنا ليقبل الرب قرباننا. أيها الثالوث الأقدس،
ارحمنا الآن وكل أوان أيها الثالوث الأقدس اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا أيها الثالوث الأقدس اقبل هذا القربان من أيدينا نحن الخطا على المذبح الروحي الذي فوق السماء تجاوز واعفو واصفح اللهم عن خطايانا وآثامنا ومعاصينا وعن خطايا وآثام ومعاصي جميع الذين يدعونك ويتضرعون إليك بإيمان صادق اجعل يا رب ذكرا صالحا لآبائنا وإخوتنا ومعلمينا وجميع الموتى المؤمنين الذين سبقوا فرقدوا على رجائك لا سيما الأحياء والأموات الذين تقرب طمق الاسقر الى ايسون بارك نور ايها الاله الرحيم القدوس يا من اعطانا مائده مقدسه روحيه بابنه الوحيد ربنا والهنا ومخلصنا يسوع المسيح اقبل بعين الرضا تقدمة هذه الذبيحة غير الدموية وامنحنا يا رب موهبة روحك القدوس واهلنا لندنو من قدس أقداسك بقلب طاهر وضمير صالح وانعم علينا بذلك السلام الذي منح ابنك الوحيد تلاميذه القديسين حتى إذا ما تبادلنا السلام بقبلة مقدسة نؤدي الحمد لنعمتك القادرة على كل شيء ولابنك الوحيد روحك القدوس هو شبق الزمان والعالم العالمين آمين شلوم الخلخو سلامك وأمنك وحبك ونعمتك وحنانك الإلهي معنا وبيننا أيام حياتنا كلها لنرفع إليك الحمد ولابنك الوحيد وروحك القدوس الآن وكل أوان وإلى أبد الأبدين آمين نخمر نسجد أمامك يا ملك الملوك ورب الأرباب ونطلب منك يا رب أن تبسط يمين حنوك على المنحنين أمام عظمة جلالك الرهيب وتبارك رعيتك المفتدات بدم ابنك الوحيد الطاهر فضى وصفعنا وقدسها واجعل أن يتلالى على محياها رسمك الحي فيعرف العدو أنها رعيتك المفتدات ونرفع إليك الحمد والشكر وإلى ابنك الوحيد رأيك القدوس وشوب خلزبان العلمين فلنقف حسنا يا إخوتي بالخوف والورع والطول والقداسة والحب والإيمان الحق ولنتأمل بالتقوى في هذه التقدمة الرهيبة المقدسة الموضوعة أمامنا التي يقربها بنا الطباوي ويقدمها عنا إلى الأب رب الكل ذبيحة حية رحمة وسلاما ذبيحة وشكرا محبة الله الآب ونعمة الابن الوحيد وشركة الروح القدس وحلوله
معكم لتكن عقولنا وأفكارنا وقلوبنا فوق الآن. فهي عند الرب إلهنا لنشكر الرب بمخافة، إنه لواجب ولائق. بارخ مور، إنه لواجب ولائق أن نسجد لك ونمجدك يا من حقا أنت والله الأب بعبنك الوحيد روحك القدوس. أنت أتيت بنا من العدم إلى الوجود، وبعد أن سقطنا عدت فأقمتنا، ولم تغب عنا عند افتقادنا حتى أصعدتنا إلى السماء ومنحتنا الملكوت الآتي. إننا نشكر لك ولابنك الوحيد روحك القدوس يا من يقف أمامه في صفوف الكاروبيم الكثير العيون، والصار في من مسدس الأجنحة ومشدون نشيد الظفر بأفواه لا تصمت وبعبارات لا تهنى مع ساجنود السماوية صارخين وهاتفين وقائلين: قدوس وكلي القداسة أنت أيها الإله الآب مع ابنك الوحيد ومع روحك القدوس. قدوس وكلي القداسة أنت ومجدك عظيم جدا، إنك هكذا أحببت العالم حتى بذلت ابنك الوحيد لأجله، لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. هاوت خد إيثو خلوم دبرونوثو دحلو في نجمار بليل يو هاوت بمشلم وحلف حيد علمو فرقونو نساب اللحمو علي داو قدي شوتو خادف شوت لشماي وقودي وباريخ وقادش وقصو يا بالتلميدة وش لي حكا دمار ساب أخو المليف هونو إيتاو بارودي هاو دحلو فيكون وحلو ساقية متقسي ومتيهب شفونو دحطوهي والحايد العلم علمي. وخوصم من بوتر دحشم كدمازغ من حمرو من مايو أودي وباريخ وقادش قاد طعميني يا بالتلميدة وش لي حكا دمار سادش تاوميني كل خون هونو إيتاو دمو ديك احداتو هاو دحلو فيكون وحلو ساقية متشد ومتهب شبكونو دحطوه والحايد العلم علمي. اصنعوا هذا لذكري كلما أكلتم هذا الخبز
وشربتم هذه الكأس تبشرون بموتي وتعترفون بقيامتي حتى مجيئي. إننا نذكر موتك ونعترف بقيامتك وننتظر مجيئك الثاني، فاشملنا جميعا برحمتك. بارخ مور، إننا إذ نذكر يا رب وصيتك الخلاصية وكل تدبيرك لأجلنا، أي صلبك وموتك ودفنك وقيامتك في اليوم الثالث من بين الأموات وصعودك إلى السماء وجلوسك عن يمين عظمة الآب ومجيئك الثاني المجيد لتدين الأحياء والأموات وتجازي برافة كل إنسان حسب أعماله. رعيتك تناشدك لتبهج معك في ملكوتك وتبتهل بك ومعك إلى أبيك قائلة: ارحمنا أيها الإله الآب ضابط الكون. ونحن أيضا يا رب عرفانا بجميلك نشكرك عن الكل ومن أجل الكل. لك نسبح، لك نبارك، لك نسجود، ومنك نطلب أيها الرب الإله، أشفق يا صالح وارحمنا. بارك يا سيد ما أرهب هذه الساعة وأهيب هذا الوقت يا أحبائي، لأن الروح القدوس ينتقل وينحدر مرفرفا على هذه الأوخارستية الموضوعة ويقدسها، فانتصبوا بهدوء وخوف وصلوا. السلام معنا والأمن لجميعنا. استجبني يا رب، استجبني يا رب، استجبني يا رب، أشفق يا صالح وارحمنا. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب ارحم. أسألك أن ترسل روحك القدوس علينا وعلى هذه القرابين وتحاوم لحمنا وبورم يقرض مران يسوع مشيحو. آمين. والخوص هنا ودمو ديلد مران يسوع مشيحو. Affinché questi santi misteri siano per noi remissione della colpa e guarigione dell'anima e del corpo, confermaci nella fede così che nessuno del tuo popolo perisca. Rendici degni di proseguire nel cammino della vita con purezza di spirito. E noi rendiamo grazie a te, al tuo Figlio unigenito e allo Spirito Santo, ora e sempre nei secoli dei secoli. Amen. Oh, no.
مور واحد فقط ظهر على الأرض بلا خطيئة، وهو ربنا يسوع المسيح ابنك الوحيد المبرر العظيم لجنسنا، الذي نرجو أن ننال به الرحمة والصفحة عن خطايانا وخطاياهم. أرح يا رب أنفسهم واغفر نقائصنا ونقائصهم التي ارتكبناها أمامك بإرادة أو بدون إرادة، بمعرفة أو بدون معرفة. بارخ مور ونذكر لها خاصة والدة الله مريم العذراء القديسة الدائمة البتولية والرسل الإلهين والأنبياء القديسين والشهداء الظافرين وجميع القديسين الذين أرضوك لتحفظنا صلواتهم وتضرعاتهم من الشرير وننال الرحمة في العالمين، كي يسبح بهذا كما في كل أمر ويمدح كثيرا اسمك الكريم والمبارك واسم ربنا يسوع المسيح وروحك القدوس الآن وكل آوان وإلى أبد الآبدين. لتكن مراحم الله العظيم ومخلصنا يسوع المسيح معكم إخوتنا وأخواتنا إلى الأبد. بين يديك نستودع حياتنا أيها الأب العقوب ونستريح المراحل، أشفق يا صالح وارحمنا. أيها الإله الحي والرب الكريم، إياك نستودع أنفسنا وبعضنا بعضا على رجاء الحياة الأبدية بالمسيح، ونبتهل
متضرعين إليك يا رب لتشفق علينا وعلى شعبك المؤمن الماثل الآن أمامك بغزارة حنانك. أهلنا أن ندعوك أبان ونصلي منشدين أبون بشمايو. أجل يا رب لا تدخلنا في التجربة لكن نجينا من الشرير ومن كل من يحاكيه، لأن لك الملك والقوة والتسبيحة هو شبق الزمان والعلم علمين. اشتمل خلخون وعمر حديلة المريار يشين نركين ذميك مريالون. بارك يا رب الذين حنوا عناق أنفسهم وأجسادهم أمام حنانك، قدسهم أحرسهم اجعلهم أطهارا بلا عيب ولا شيبة ليرضوك أيام حياتهم كلها. فنرفع نحن ومليك الحمد وإلى ابنك الوحيد وإلى روحك القدوس أشعب غرزبان والعلم علمين. تيوي طيبوثو رحمي دتي ثيوثو قادشتو لبريتو إثيويثو وامثو ميتو شويات بوسيا عام كل خون العلمي. أمين بارخ مار دي حل صبر ثيثا حور حوس مر يا رحم علينا ودارين. الأقداس للقديسين قدشة قديشة لثخايو مثيه بي معنا الآب الواحد القدوس الذي خلق العالم بحنانه. آمين. معنا الابن الواحد القدوس الذي خلصنا بآلامه الثمينة. آمين. معنا الروح الواحد الحي والقدوس المتمم والمكمل كل ما كان وما سيكون. تبارك اسم الرب من الأزل وإلى أبد الأبدين آمين. إن فمك القدوس الطاهر يا رب وعد وقال
كل من يأكل جسدي ويشرب دمي ويؤمن بي يثبت فيا وأنا فيه وأنا أقيمه في اليوم الأخير. أهلنا الآن لنتناولك قربانا إلهيا فنستحق بك غفران الخطايا والصفح عن الآثام يا ربنا وإلهنا، لك المجد إلى الأبد. آمين. حيلا وضشنا يا زغيدو بشباح أبو أبرو وروح قدشو ومن علام ولد الدورين لتشبعتو هللويا. من مذبحك المبرر لينحني الغفران للساجدين لك يا من أتى لأجل خلاصنا ويأتي لأجل انبعاثنا وتجديد جنسنا إلى الأبد. أبسط يا رب يمينك غير المنظور، بارك هذا الجمع الساجد لك القابل جسدك المقدس ودمك الكريم غفرانا للذنوب وصفعنا عن السيئات وإسفارا للوجه أمامك ربنا وإلهنا إلى الأبد. لتكن مراحم الله العظيم ومخلصنا يسوع المسيح على حامل هذه الأقداس على واهبيها وعلى متناوليها على كل من تعب واشترك فيها رحمة الثالوث القدوس في العالمين إلى الأبد. عملت أول مناولة مرتم حسيت أطفالي ودمين يمشي من تيابه أمنوا شارير وحيد العالم. أمين. مرتم حسيت أطفال لم أمنوا شارير وحيد العالم من أمين. مرتم حسيت لم أمنت شارير لك التسبيح والشكر لك المجد يا سير القربان لك التسبيح والشكر بكل زمان والحايد العالم والمؤمن مرتم حسيت وضيقنا زهي وأمين. مرتم حسيت وضيقنا زهي والحايد العالم والمؤمن أمين. كل زمان
شبح الأخ. الله شبح السماوات وليولدت رمرما ولسهدت للخلاص العاني ذحنا المجد لك المجد لك ربنا وإلهنا المجد لك يا ربنا يسوع المسيح. لا يكن جسدك المقدس الذي أكلناه ودمك المبرر الذي شربنا لنا للدينونة بل لحياة الأبد وخلاصنا جميعا فارحمنا. لا مودينا اللوخ ومقبلينا طيب وذوق. بارك مور نشكرك اللهم يا رب الأجناد المقدسة لأنك أنتنا على غير استحقاق منا للأسرار السماوية الخالدة أي جسد المسيح المحيي ودمي الفادي فاجعلنا إذا أهلا لقبولها حتى إذا ما قبلناها بقداسة وضمير طار الأيام كلها نتقوى لصنع ما يرضيك فنرفع إليك الحمد ولابنك الوحيد وروحك القدوس الآن وكل أوان وإلى أبد الأبدين. آمين. شلوم الخلخون عمرو فلنحني روسنا للرب أنت أيها الرب إلهنا. اللهم يا من تنازل برأفته وتواضع من أجلنا بوفرة نعمته وعذوبته ومنحنا شركة أسرار المقدسة احفظ واختم الساجدين لك بيمينك الظافرة فنحفظ بلا ضرر بقداسة الأسرار التي تناولناها وجعلنا لا نعود إلى إهانتك بالخطيئة بل نتقوى بك ونرفع إليك الحمد والشكر وإلى أبيك وإلى روحك القدوس أشوب كل إسبان والعلم والمين. بسلام الرب وفرحه تحت حماية العذراء أمنا مريم شمابه وبرو روحه قديشه حضلوا شرير العلمين آمين.
كل عيد بشارة وانتو بخير. وريو قابل قربونوخ ولنعادر بالصوت. افتحي مريم كل الابواب، ابواب الرحمة.